ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ وحشني جدا يا جدعان. النهارده انا يعني حسيت كده بحاجه غريبه. طبعا كلنا عارفين ان التخصصات هيتعدل عليها، فاكيد الشبح هيتعدل عليه، وكمان انا حاسس ان البرج هيتعدل عليه، يعني احساس كده بس ما تقولوش لحد. انا قلت ايه، هنخش نجرب البرج ونشوف ضرر الشبح في البرج هيبقى عامل ازاي. ويعني انا مش هتكلم كتير، هنشوف دلوقتي وهنشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. طبعا كلنا عارفين ان البرج من اهم الدهاليز هنا في السيرفر بتاع ويتشر، وتقريبا ده اقل حاجه نعمل له فيديوهات واقل حاجه ايه يعني جربناه، فعشان كده هنجرب ونشوف بقى ايه ضرري في البرج يبقى عامل ازاي. المهم خليني كده اجهز نفسي، وانا اثناء ما احنا في البرج كده هحكي لكم على قصه كده جامده قوي ايه كانت حصلت زمان. المهم الفيديو يبقى ماشي بالطريقه دي، يعني اول حاجه هنخش نجرب البرج في المستوى السهل وهنشوف هيبقى عامل ازاي، لو لقينا سهل قوي هنخش على المتوسط وهنشوف هيبقى عامل ازاي، لو تمام وعرفنا نعدي من المتوسط هنخش على الصعب ونشوف هيبقى عامل ازاي، ولو عدينا الصعب يبقى تمام خير وبركه زي الفل، يعني احنا عايزين نعدي، عايزين ايه اكتر من كده. يلا بينا نبدا اول حاجه البرج المستوى السهل ونشوف الدنيا جوه تبقى عامله ازاي. طيب يلا بينا يا جدعان نبدا البرج المستوى السهل. ماشي، يعني مش سهل قوي، مش سهل قوي. ماشي، ادي اول عفريت في البرج اهو، موضوع يعني سهل لذيذ مع المستوى السهل حاجه بديهيه. المهم خليني احكي لكم قصه كده حصلت معايا زمان قوي، من اول ما لعبت امل الشعوب زمان خالص يا جدعان. كان في حاجه كده ايه، كانت قصه كده ايه لذيذه. فانا كنت بلعب امل الشعوب، ما كنتش لوحدي، اول ما بدات العبها كان معايا صاحبي بيلعب معايا. فالمهم يعني ايه، كنا على طول بنلعب مع بعض ونفتح مع بعض في نفس الوقت ونقفل مع بعض في نفس الوقت، وايه والكلام ده كله جميل يعني. ما وخلاص احنا داخلين لعبه مع بعض اصلا، وكان هو اللي معرفني على اللعبه وبنلعب مع بعض. كمان كنا احنا الاثنين مختارين نفس الشعب، شعب ارماند، وكان ايه يعني تقريبا كنا بنعمل كل حاجه مع بعض. طبعا اول ما بنبدا كنا بنبقى في جزيره المتدربين طبعا، وايه بقى كنا بنقعد في الجزيره دي لحد بقى ليفل 10 والكلام ده كله، وبناخد التخصص الاول وكلنا ايه عارفين الكلام ده كله. بس طبعا احنا دلوقتي عارفين الكلام ده، احنا في ساعتها ما كناش عارفين الكلام ده، يعني احنا ساعتها فعلا احنا ما كناش عارفين يعني احنا بنعمل ايه، احنا بس كنا منبهرين باللعبه ومبسوطين باللعبه وبنلعب وخلاص. فالمهم في مره هو جه قفل واحنا بنلعب، هو جه قفل وانا ايه خلاص ما عنديش مدرسه تقريبا او مش فاكر ايه، فقلت هسهر شويه في اللعبه وهو كان قفل بقى. فالمهم انا قعدت العب بقى ايه، وانا طبعا يعني بلعب عادي مش عارف هعمل ايه اصلا في جزيره المتدربين اللي انا فيها. فالمهم اثناء وانا بلعب لقيت نفسي خدت تخصص وبالغلط اصلا، يعني انا خدت تخصص بالغلط خالص، فانا ما اعرفش اصلا ان انا خدت تخصص. كملت لعب عادي خالص واكتشفت يعني مهاره، انا التخصص اللي انا كنت خدته كان سحر. فالمهاره اللي انا اكتشفتها كانت اسهم الظلام، انا فاكر بالظبط يا جدعان. ليه؟ لان انا رحت طالع مجربه على ايه السلحفه في الحقل ماتت. انا كنت منبهر جدا ساعتها ان السلحفه ماتت بمهاره واحده بجد كنت منبهر. المهم ايه، تاني يوم بقى ايه صاحبي ده فتح، قلت له تعالى انا هوريك حاجه جامده قوي، حاجه جامده قوي ايه حصلت كده ايه وانت بالليل كنت قافل يعني. فرحت طالع انا وهو على الحقل في الظلام دي على السلحفه وماتت في لحظه، لقيته وهو انبهر بطريقه غريبه جدا. انا كمان كنت منبهر كنا منبهرين جدا. فالمهم بقى ايه قاعد يقول لي طب انت عملتها ازاي، طب انت عملت ايه، مش عارف ايه الكلام ده كله. يعني هو كان عايز يوصل ويبقى زي كده، احنا بنعمل كل حاجه مع بعض، فدلوقتي انا بقيت انا في حاجه عاملها ومش عاملها. فايه انا ما كنتش عارف بقى فعلا بجد انا اصلا يعني كنت عامل الحوار ده ازاي بجد، انا يعني ما كنتش عارف ان انا اصلا خدت حاجه اسمها تخصص بقى ومش عارف ايه والكلام ده كله، وهي جت معايا كده بس. فالمهم ايه قعدنا بقى ايه نلف على كل اللي هم الشخصيات اللي هم اللي في الجزيره بتاعت المتدربين واحد واحد، نروح له ونشوف بقى عنده مهمه ايه او ايه الكلام او في ايه بجد. احنا ساعتها اصلا ما جاش في دماغنا مثلا ان احنا نشوف على جوجل او على اليوتيوب، لا احنا قعدنا نلف كده في الجزيره بتاعت المتدربين دي على واحد واحد ونشوف ايه يعني الكلام ده حصل ازاي. طبعا يعني من اللف ده احنا ما وصلناش لحل اكيد، يعني احنا بنلف واحنا مش فاهمين اي حاجه. بعدين هو بقى ايه كان ساكن جنبي، فراح نزل وجالي وقعد معايا في البيت، وقلنا بقى ايه هنشوف احنا عملنا كده ازاي وانا عملت كده ازاي، وقعدنا ايه نفكر واحاول افتكر واحاول اشوف انا عملت ايه. مفيش، كان موضوع غريب قوي يعني، المستوى ده شكله سهل قوي يعني ما خدناش وقت. انا ما اصلا
مش مركز في اللعبة أكتر ما أنا مركز في القصة اللي أنا بحكيها لكم، فمش عارف أصلا مش هجيب وقت كده القياسي، أكيد مش هجيب وقت. المهم جه وقعد معايا وفضلت أحاول إن أنا أفتكر أنا عملت كده إزاي، يعني بجد ما كنتش فاكر خالص، وهو كان هيتجنن برضو وعايز إيه يعمل نفس الحاجة، لأن كان الموضوع بالنسبة لنا مبهر جدا، اللي هو أنا بقتل الوحش من ضربة أو أقل من ضربة، يعني حاجة جنان بصراحة، أو أقدر أضرب كذا وحش في وقت واحد برضو. واحنا حرفيا ضيعنا مثلا بتاع اسبوع احنا بندور ازاي انا عملت كده او ايه الحاجة دي، يعني احنا مكناش قادرين نوصل. هو كل المهارة الوحيدة اللي عنده كانت الضربة الحديدية، وانا عندي مهارات كتير وهو هيتجنن. بس بعد فترة بقى قعدنا ندور ونعرف ونحاول ونشوف ونعمل ونجرب ونعمل شخصيات جديدة بقى ونجرب، وكانت القصة يعني كبيرة، يعني كان موضوع بالنسبة لنا ساعتها كبير جدا، مش موضوع بسيط، لحد ما خلاص بقى ايه قدرنا ان احنا بالشخصية الجديدة اللي احنا عملناها نعمل مهمات مهمة ونقرأ كويس ونفهم كويس، لحد ما عرفنا ايه نوصل للحوار ده. وكانت بصراحة يعني كان حاجة غريبة جدا. هو كده فضل كام طبقة؟ احنا كده في اللي قبل الحاكم على طول. طيب يعني احنا قرب بس كده. انا في القصة دي على فكرة القصة دي بجد والله حصلت، اللي هو انا مش بأوفر، احنا فعلا ما كناش عارفين حوار التخصص ده، اللي هو يعني تخصص ايه بجد، اللي هو احنا فعلا الموضوع كان غريب بالنسبة لنا. مرة واحدة انا واحد معايا الضربة الحديدية، مرة واحدة بقى معايا 20 قارة كده بيقتلوا بسهولة. بس فانا اول تخصص كنت عملته في حياتي بقى في امن الشعوب كان ساحر، ما كانش طبعا مناور. المناور ده بعد كده لما بدأنا نلعب اكتر بقى ايه خلاص بدأت اعمل المناور والسفاح والكلام ده، طبعا كان بقى تخصصي المفضل بعدين. بس فعلا يا جدعان كانت اللعبة ساعتها في الوقت ده كانت بالنسبة لنا اكبر متعة، يعني احنا كانت بالنسبة لنا فعلا اكبر متعة في حياتنا ان احنا بنقعد نلعب مع بعض طول اليوم. تقريبا احنا كده داخلين على حاكم البرج، احنا كده داخلين على حاكم البرج، هو مش عارف بقى ايه هنقدر ولا ايه الكلام، بس المفروض ان هو مستوى سهل، يعني المفروض ان انا اقدر عليهم بسهوله يعني. طب ايزي 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 ماشي لذيذ. وكان في حاجه بقى حاجه هتضحكوا شويه، يعني من اغرب الحاجات العقبات اللي كانت في حياتنا بعد ما اكتشفنا الموضوع بتاع مهمات التخصص الاول طبعا عشان نروح نقتل النمرود. كان النمرود ده من اكتر الوحوش المقرفه في حياتنا بجد، كان يعني كان صعب جدا. وانا ليه بصحى ايه ده، انا ليه بقتله النحله نحله، انا ليه ما لمتهمش وضربتهم مره، ايه ده هو مش ده المفروض حاكم البرج الانشوده؟ صح ده انا عشان ما بدخلش البرج فانا نسيت، ايه ده ده انا مت ده الضحك بقى، وانا ليه جبت دي كده، انا مت مرتين هنا. طب والله عيب، لا بجد عيب، يعني هو ازاي يا جدعان الوحوش دي جامده كده مش قادر اقدر، يعني ده احنا في المستوى السهل، ومن لما اروح المتوسط هعمل ايه؟ شكلنا مش هنلحق نوصل للمستوى الصعب يا جدعان. ده لو عرفنا نعدي المتوسط يعني ده انا بموت بجد، يا نهار اسود ده كده الموضوع خاطر عليا، هو ده ازاي ده يا جدعان؟ ازاي ده بجد؟ بس فكان النمرود ده برضو يا جدعان، يعني خلينا نكمل القصه. النمرود ده بقى احنا كنا بنعمل فريق عشان نروح نقتله، والله العظيم بجد كنا بنعمل فريق 3 4 اشخاص كده مع بعض، نتفق ونعمل فريق، كنا واقفين عند الشجره اللي في الشاطئ تمام، نستنى كده نلم بعض نعمل فريق مثلا 3 4 ونروح عشان نقتله. كنا متخيلين وحش ليفل 10 كنا بنعمل فريق عشان نروح نقتله. يا والله كانت احلى ايام دي في اللعب بجد. طيب خدنا 2000 نقطة ميدان و 400 نقطة تحدي وجوهر حاكم وإعلنا، وإعلنا 148 صندوق حمام. طب حلو، حلو 2000 ميدان و 400 تحدي شغال. طب يا جدعان الحقيقة اللي أنا اكتشفتها إن أنا إيه شكل المتوسط هيبقى صعب بالنسبة لي، فده هنخليه فيديو لوحده بجد والله إحنا كده ده حلو. فبس ده كان ضرري شبح في البرج في المستوى السهل، ختمته في حوالي 14 دقيقة، مش عارف عشان كنتش مركز في اللعبة قد ما انا مركز في القصة اللي بحكيها لكم ولا لأ، انا واخد معايا 14 دقيقة وده طبعا رقم وحش جدا. قولوا لي انتوا بتختموا في قد ايه السهل دوت، قولوا لي انتوا في كومنت كده بياخد معاكم وقت قد ايه، مش عارف انا نوب بنسبة كام في المية. واشوفكم بقى في المستوى المتوسط، مع السلامة.